اليوم هذا اللقاء تم تنظيمه في بلدية طول الكرم العامة بمبادرة الأستاذة أسمهان عزوني لمناقشة رواية مهمة جدا لكاتب أفغاني خالد الحسيني. هذه الرواية تمتاز بمستواها الفني العالي اللي أهلها أن تترجم ل 42 لغة منها اللغة العربية، وأيضا تم إنتاج فيلم عالمي حول هذه الرواية، وبالتالي قدرتها على عكس الجو الثقافي والاجتماعي في بلد زي أفغانستان هذا شيء يعني إنجاز عظيم فنيا وأدبيا، ولذلك القارئ الفلسطيني والمثقف الفلسطيني معني بأنه يسمع عن هاي الرواية ويناقش محتواها بآراء مختلفة، منها المؤيد منها المعارض، لكن أهم ما فيها عمقها وتفاصيلها ومستواها الفني العالي. حقيقة بلدية طول الكرم ومكتبة بلدية طول الكرم نشطة جدا في هذا المجال وهذا السياق بالتعاون مع مديرية الثقافة وزارة الثقافة بالإضافة إلى مديريات التربية والتعليم أو مديرية التربية والتعليم في محافظة طول الكرم، وتتبنى العديد من القضايا الثقافية في هذا السياق وترعى العديد من الاحتفالات الثقافية في هذا السياق أيضا، وهذا جزء من مهام بلدية طول الكرم ومهام أو ما نتطلع إليه لأن تكون محافظة طول الكرم تحديدا وبعاصمتها بلدية طول الكرم أو أسف مدينة طول الكرم، حيث يقوم تقوم البلدية بإنشاء القصر الثقافي وتسعى إلى الانتهاء من الأعمال الخاصة به. أيضا هناك العلاقات الثقافية الممتدة مع وزارة الثقافة، مديرية الثقافة، مديرية التربية والتعليم، المجلس الاستشاري الثقافي وجميع القضايا التي تحتاج إلى رعايات ثقافية تقوم البلدية بتعزيزها، وهذا مما يعزز قضايا التواصل ما بين أبناء هذه المحافظة والمحافظات الأخرى، وأيضا يعزز التواصل ما بين أبناء هذه المدينة وهذه المحافظة مع إخواننا في 48 وتواصل من شعب واحد، وهذا التواصل الثقافي هو يعزز التواصل ما بين الثقافة الفلسطينية والثقافات العالمية. اليوم في مناقشة لرواية عداء الطائر الورقي للكاتب الأفغاني خالد الحسيني، كمان اليوم استمرار لمناقشات روايات كانت سابقة منها ساق البامبو وعزازيل، طبعا هي رواية كتير رائعة بتحكي عن الحياة الإنسانية، الصراع الداخلي للإنسان، كمان بتتناول موضوع الشرف، موضوع الحزن، موضوع التعامل بين الطبقة الكادحة والطبقة المالكة. رواية كتير رائعة وما شاء الله الحضور اليوم كمان كتير رائع، هذا دليل على أنه في تطور لسلسلة المناقشات للروايات اللي بنعملها. كمان بحب أشكر الست أسمهان العزوني القائمة على هاي المشروع. هذه رواية تتحدث عن الفترة العصيبة في أفغانستان من الانقلاب على الملك حتى دخول الناتو على أفغانستان وتحرير تحريرها من الناتو بواسطة طالبان وحكم طالبان. خالد الحسيني الراوي في هذه الرواية حاول أن يكون في عنده حنين للماضي، أيضا حنين للطفولة، وأيضا هو وصف لما كان يحدث هناك. أنا باعتقادي أن الرواية كانت تتحدث عن بشكل غامض حول الطوائف الموجودة في أفغانستان، وهذه الطوائف التي كانت تقوم على كثير من التفرقة والعنصرية ما بين البشتون وبين الهزار، ولكن هو ما كان يمثلها في شخوص، كان يمثلها بشكل عام. بعتقد أنه الرواية أخذت بعدها العالمي، نتاج هو كان تهجمه على طالبان الذين استطاعوا أن يخرجوا الناتو ووصفهم بأنهم يعني حكمهم حكم مستبد وحكمهم حكم في ظلم وفي قوة، وكان يتمثل هذا بشخصية عاصف.